تتراجع أعداد نحل العسل بشكل دراماتيكي، الأمر الذي يهدد إنتاج المواد الغذائية في العالم وتوازن الأنظمة البيئية بكاملها. فثلث ما نتناوله مرتبط بالدور الحيوي الذي يلعبه نحل العسل في تلقيح 90% من النباتات المزهرة في العالم، جنباً إلى جنب مع النحل الطنان والفراشات. على المستوى العالمي، نشهد منذ سنوات عديدة زيادة في معدل النفوق في مستعمرات النحل، فقد أدى استخدام المواد الكيميائية في الزراعة ومسببات عديدة للأمراض وانتشار الأمراض كالطفيليات القاتلة مثل الفاروا وانخفاض التنوع البيولوجي المرتبط بالزراعة الأحادية إلى تراجع التنوع البيولوجي، وبالتالي مصادر غذاء النحل الضرورية لتعزيز جهاز المناعة لديه. إلى ذلك تعيش النحلة بضعة أسابيع في الصيف وبضعة أشهر في الشتاء، أما الملكة فتعيش من سنة إلى 5 سنوات. يتعين على النحل زيارة ملايين الأزهار لإنتاج كيلوغرام واحد من العسل. وبهدف التواصل، يستخدم النحل هرمون معروف بالفيرومون بالإضافة إلى تبادل التذبذب. وتشير الدراسات إلى أن حاسة الشم القوية لدى النحل يمكن استخدامها لاكتشاف أمراض عديدة ككوفيد-19.